شريحة من المفسرين يقولون معنى اهتدى يعني ظل مداوم عمل على العمل الصالح إلى أن يلحق بربه. مو أكو عندنا ناس أعوذ بالله ينقطع به الطريق بالنص، يعني تلقى بعد فترة هذا كان مثلا متعود على زيارة، على صلاة، على صوم، على عمل صالح، بعد فترة تلقى هذا رايح طافر. ها انتو شفتوا مقشمرين هالمدة الطويلة هاي؟ عجيب، لا إله إلا الله، أعوذ بالله. هذا يبدأ أنه أكو بعض الناس أعوذ بالله يعني ما تشاء الأقدار أن تخليه إنسان ما يكمل مسيرته الإيمانية. والحال دا يشوف هي الدنيا شنو هي، دا يشوفها للدنيا. مو أبو العلاء المعري عنده بيتين هو جميلات، يقول: قال المعلم والطبيب كلاهما: لا تحشر الأجساد، قلت إليكما: إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. لأنه أنا اللي تقول لي أنت غلطان ومقشمرني، نعم أنا ما أخسر شيء، لأنه أنت شو شو شنو اللي عندك من متع الحياة أكثر مما أنا؟ غاية ما في الأمر أنا ما أخذها عن حلال، أنت ما أخذها عن حرام. يعني أنا أكل عن حلال، ألاقي زوجتي عن حلال، زين؟ أنت تروح تزني، تروح تسرق وتأكل، هي النتيجة أنه ما تتمتع بها أنا أتمتع بها، لكن أنا أخذ عن طريق الحلال، أنت ما أخذ عن طريق الحرام. فإذا ماكو شيء بعد هذا أنا مو خاسر، وإذا أكو شيء أنت الخاسر. ها؟ وهو أكو شيء بالتأكيد، لأن أنت عارف نفسك، أنت كنت تراب والله عز وجل طلعك من التراب وشواك إنسان وطاك عقل، ما يكون يهدك، ما يمكن. الآن حتى الحيوانات القوانين تضع لها ضوابط، أنت سيد الموجودات، الله ما يهدك، ما يمكن. نعم، فعمل صالحا ثم اهتدى، يعني ظل على تدين إلى أن يلحق بربه، ها؟ إلى أن يخرج من هذه الحياة. هاي العائدة: كانت لكم من أحد براءة فقفوه حتى يحضره الموت. أكو ناس تلقى عمره صالح كله وأعوذ بالله يتغير، أو بالعكس واحد تلقى منحرف فاسد والله عز وجل يقيض له خاتمة طيبة، خاتمة حسنة. لا تنسوا الإعجاب بصفحتي والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.